السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاصية جديدة في الأوتلوك، ألا وهو إن أنت تقدر تقرأ الرسائل بتاعتك الصوتية أهيت في الفيو. مجرد تضغط هنا يبدأ يقول لك مثلا عايز تخلي التكست بالشكل دوت، مسافات بين التكست، عايز لاين فوكس، يبدأ يركز سطر سطر بالشكل دوت، تغير اللون. أهم حاجة بالنسبة لنا ريد ألاويد. والميزة كمان ان انت تقدر Delivery has failed to these recipients or groups. الميزة ان انت تقدر كمان تتحكم في اللغة ومين اللي هيقرأ لك ويدبلجك الحاجة لو انت عايز. Mossman at Factum QA. تمام، فدي من ضمن المزايا القوية في الأوتلوك، ان هو ازود فكرة من افكار الذكاء الاصطناعي اللي هو تحويل التكست لصوت.